ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده كنت بفكر في حاجة، بس الحمد لله وصلت لنتيجة ليها في وقت قليل جدا. هل البعد بيعلم الجفا؟ جيت كده وقفت لحظة، البعد بيعلم الجفا؟ طب ما في علاقات كتير جدا او في ناس كتير جدا بيسيبوا بعض، القدر بيفرق بينهم، بيرجعوا بعد سنين المشاعر واحدة، فاكرين كل حاجة، فاكرين كل حاجة حلوة بينهم، فاكرين كأنهم كانوا مع بعض امبارح. يبقى البعد ما بيعلمش الجفا. طب ايه اللي ممكن يكون بيعلم الجفا؟ القسوة والإهانة في التعامل بتعلم الجفا. رد الفعل الغير متوقع بيعلم الجفا. انك تخصم اللي قدامك يعني وتخصمه بقى وتكون زعلان منه يومين تلاتة اربعة وخلاص بقى، ويجي يصالحك انت تقول له لا معلش لا اصل انا مش مستعد كده، ده بيعلم الجفا. الخذلان المتكرر بيعلم الجفا. تحس احساس اللي انت تحس ان وجودك اصلا مش فارق بيعلم الجفا. كسر الخواطر وعدم التقدير بيعلم الجفا. كل الحاجات دي بتعلم الجفا مش البعد. ده كلمة البعد دي جت على لساننا كده، اصل البعد بيعلم الجفا. لا، البعد ما بيعلمش الجفا، ده التصرفات بتاعتنا هي اللي بتعلم الجفا، ردود الافعال بتاعتنا هي اللي بتعلم الجفا. كل ده هو اللي بيعلم الجفا. وده نتيجته ايه؟ اللي احنا بنقطع حبل الود بيننا وبين يعني بين الطرف التاني. ليه يا جماعة كده؟ ده الدنيا سهلة ومش مستاهلة اللي احنا نتعامل بالاسلوب ده، اللي احنا نتعامل بالجفا، احنا اللي بنتعامل بالجفا علشان نوصل للجفا، مش البعد هو اللي بيعلم الجفا.